استاذ عبد الله اليوسف المتحدث الرسمي لنادي التعاون، اهلا بيك. اهلا يا كابتن، مساء الخير، كيف حالك؟ واحييك واحيي متابعي البرنامج. يعني منورنا من خلال اللعيب، وتحياتي ليك ولكل المسؤولين في نادي التعاون الشقيق طبعا، اللي بينكلني ليه كل احترام وتقدير. اكيد، والجميع يقدمون التحيه لك ولجميع الجمهور الرياضي المصري ولجميع الشعب المصري الغالي على قلوبنا جميعا. طيب، انا كان معايا وكيل كارتيرون بالامس في يعني في حلقه معانا من خلال اللعيب، وقال ان المحادثات وال يعني الكلام حصل مع نادي التعاون بعد فسخ تعاقد كارتيرون مع نادي الزمالك. صحيح، طبعا احنا صدرنا بيان قبل ساعه في وشرحنا فيها الوضع الكامل في هذا الخصوص. ايوه، احنا طبعا كنا كان النادي على شبه اتفاق مع مدرب اخر من شرق اوروبا. حصل. وكانت يعني التوقيع باقي له يعني تقريبا ساعات. يوم الاثنين طبعا صدر معلومات وتقارير اخباريه عن انه كالديرون استقال من نادي الزمالك، فحاولنا نتاكد، فبلغ المستشار القانوني لنادي التعاون للبحث في هذا الموضوع. تواصل مع وكيل المدرب وطلب التاكيد الرسمي ان المدرب استقال، وفعلا بلغنا يوم الثلاثاء انه المدرب استقال رسمي. ما تقدمنا احنا طبعا في العرض الا متاخر يعني يوم الاربعاء، ولكن قال انه في عده انديه تفاوض المدرب، وقدمنا عرضنا بقوه لانه كنا راغبين في المدرب، ووضعنا الحالي في البطوله الاسيويه احنا رايحين طبعا كنا اقلنا مدرب الفريق قبل اسبوعين، وكانت الحاجه ماسه لوجود مدرب مثل هذا المدرب بالسيف اللي عنده والامكانيات الكبيره اللي عنده. وفي اخر الليل امس طبعا وصلت الموافقه ودبرنا سفره اليوم ووقعنا معه العقد رسمي قبل ساعه من الان. يعني انا شايف ان مدير فني استقال، حضرتك دخلت معاه في مفاوضات، ايه اللي دخل الكلام ما بين نادي التعاون ما بين نادي الزمالك؟ لا مش عارف، احنا طبعا هو استقال، احنا طبعا كنا حريصين اشد الحرص انه تكون الاستقاله رسميه على اساس تتاكد، فتاكد المستشار القانوني. طبعا احنا في نادي التعاون لا يمكن نقدم على اي خطوه تخالف انظمه الاحتراف او العلاقات ما بين التعاون وبين الانديه الاخرى. فلما احنا اعطينا الموضوع يومين على اساس انه نتاكد، لما تاكدنا وتعرف طلع اللي هو التسجيلات الفيديو والاخبار الرسميه انه استقال، وتاكدنا رسميا انه استقال، تقدمنا في بالعرض.